مساء تزدهي فيه فاس ومعهد صروح للثقافة والإبداع والمركز الأكاديمي للأبحاث والدراسات المغاربية والشرق الأوسطية والخليجية، وخاصة الدكتور العلوي بن نصر والدكتور عبد الكريم فرحي وكل القائمين عليه. أحيي مبدعة الفكرة ومخرجتها للوجود الأديبة القديرة والمناضلة الأستاذة لطيفة سليماني الغراس، التي أبت إلا أن تمنح المرأة المبدعة مساحة من الاعتراف والدعم والإضافة، وأصرت على أن تقول أن هناك إنتاج للمرأة المغربية، المرأة التي هي رمز للجمال والعطاء اللامشروط في هذا العالم وخاصة في الإبداع الشعري، على اعتبار أن الشعر هو رقي بالجمال، إضافة إلى أن المرأة هي كائن إنساني متفرد الجمال. وحين يجتمع الجمالان في هذا العمل القيم الذي هو أمامنا إبداعا وحضورا، فتلك قمة الإبداع ومنتهى الغاية. فشكرا بحجم الضوء للأديبة التي أخرجت الكتاب على حسابها الخاص، وشكرا للشواعر التي تكبدنا عن هذا السفر والحضور لهذا العرس الثقافي الجميل، وشكرا للسادة المتدخلين الذين أولوا هذا العمل اهتماما وخطوة بالقراءة والتحليل من مدينة الكنيطرة ومكناس وفاس. شكرا للجماعة الحضارية وللسيد العمدة الدكتور عبد السلام البخاري وللأستاذة أمينة الأستاذة حكيمة الحقية. شكرا للصحفيين والمصورين. سأقول قصيدة من هذا المؤلف وهي بعنوان أمي. إذا قلت أمي تقاطر سلسبيل شوق بدم، يذكيه حذيلك الذي كان. إذا قلت أمي تغنج زهر السبايا وفاح العبير سحرا في المقام، فتعود ذكراك لعيني ويزهر شجر الجنان. خميلة من ورد الحب كنت زلالا يسقي حقول الروح، فتمطر كروم النبض عطاء الله كنت، منة الرحمن عطر بالوريد ضج عبيره سرى شفاء لا ينهيه سقام. عشقت الجنون وحمقي، عشقت الجنون وحمقي، همت بي أميرة بين الحسان، موال شوق كنت ردده خافقي، غرد في نبضي حنينا في كل آن. زرعت الفرح بأرضي، منحت النور للأحلام. أمي أرددها، أمي أرددها، فيزكو شهد نورك في لحظي يعيد سلسبيل الأمان. أمي، أمي أرددها آن عسر، فتشرق شمس عمري ويرقص من نشوته زهر الأقحوان. أمي، أيا وجع الروح آن غياب، قمرا أنار الجنان. الخصب أنت، العيد أنت، شجرة مثقلة بالغلال. حضنك حياة الروح، يمحو ما عاثه شح واغتراب. شجرة بالبياض واعدة، جنة الله في مداي، وهج من سنى الأحلام. لك رحمة الله، ما صدح عن دليب، ما غردت طيور الجنان. لك الحب خلود، فكوني للروح سلاما، فيض السنا بالشريان. وشكرا.